كما قلت انا طريقه العمل مع الممثلين غير المحترفين كانت من الاول، لان درت بزاف الافلام قصيره قبل مع ممثلين غير محترفين، والفيلم ديالي الطويل الاول كنت باغي نستمر انا في هذا الاتجاه. ودونك مشينا درنا كاستينغ سوفاج في عده احياء شعبيه ديال مدينه الضربينه، والعمل اللي كان معاهم كان قبل التصوير اللي كان مهم، هي بنينا علاقه، بنيت انا شخصيا علاقه معاهم، واحد الثقه، واحد باش نفسر لهم شنو هو السينما، شنو هو الفيلم، شنو هو التصوير. ومني وصلنا في التصوير معاهم كانوا عندهم واحد الحريه، واحد يزيتي عليه زعما، عبروا على داك الشيء اللي كان عندهم للداخل، حاولوا يخرجوه، دونك كانت النتيجه في المستوى. لا اظن كاينين بزاف الطريقات باش تعبر على الرساله ديالك. انا بالنسبه لي لقيت واحد السهولات مع العمل مع الممثلين غير المحترفين، لان لقيت واحد لا ميثود دو ترافاي باش تخليهم الحريه ديالهم باش يلقاو يعبروا على عندهم بزاف. تنختاروا واحد عنده واحد الموهبه طبيعيه للتمثيل، دونك كانت شي حاجه بالنسبه لي طبيعيه نخدم معاهم، ولكن تقدر تخدم مع ممثل محترف وتوصلت ايضا لنتيجه ايجابيه. هذا كل شخصيه، كل مخرج خصو يلقى لا ميثود ديالو باش يعبر داك الشيء اللي عنده لداخل. دونك سا ديبون فريمون دي بروفيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.